حييكم من جديد، معي على الهواء مباشرة الصحافي ورئيس تحرير بيروت بريس الأستاذ غسان جواد، لأحكي أنا وياه أكثر عن الأجواء الإعلامية السائدة، عن وضع البلد حاليا اللي مش بس فيه معركة رئاسية، فيه كمان معارك إعلامية من خلال تسريب معلومات وتحليلات وغيرها كنا عم نطلع عليها قبل قليل. صباح الخير أستاذ غسان. صباح الخير ستنا، كيفك؟ الحمد لله. نحن أصدقاء على تويتر. صحيح. هلأ على الهوا إن شاء الله دايما. إن شاء الله. أول شيء حضرتك يعني بأكثر من مرة بتحكي عن الوضع الإقليمي، بتحكي عن الوضع اللي حوالينا، اللي ما ممكن نشيل رئاسة الجمهورية اللبنانية ونبعدها عنه كتير. ما زلت عند رأيك؟ اليوم في معلومات بتحكي أنه الأمريكان قالوا أنه منحكي بشباط هلأ، مش فاضيين لكم، وطبعا تطورات بسوريا لها علاقة وغيرها. في البعض عم بيقولوا أنه لا، نحن منقرر لحالنا بدون أي تدخل خارجي. يعني من حيث المبدأ مش واضح انه بالحركة الرئاسية الجديدة في بعض اقليمي او دولي، ولكن الرئيس الحريري راح عمل جولة وطلب ضمانات من موسكو حول عودته لرئاسة الحكومة. وموسكو بهالمعنى بعتقد حكيت مع الايرانيين والسوريين. ما عندي جواب إذا صار في موافقة سورية على موضوع رئاسة الحكومة. نعم. ولكن هنالك تشجيع للرئيس الحريري على خطوة ترشيح عماد عون من قبل موسكو وطهران لأسباب متعلقة بالصراع اللي عم يدور بالمنطقة. واضح إنه كل طرف دولي بالصراع السوري والعراقي عم يحجز لنفسه مكان وحصة بالإقليم. وبالتالي لبنان ساحة ومساحة بهذا الإقليم. ففي مين إجا قال للسعودي وللرئيس الحريري أنه ابدأوا بالحد من خسائركم انطلاقا من لبنان. بهالمعنى بدأت الحركة الرئاسية وتطورت تدريجيا، وأنا رأيي صار إلى بعد إقليمي ما. وهو الحكي عن وقف إطلاق النار باليمن. الاقتراب لحظة الانتخابات الأمريكية وغيرها. وبعتقد نحن صرنا أقرب من أي وقت مضى ليكون عنا رئيس جمهورية. لتعيين أو انتخاب؟ اللي عم بيصير هو تعيين عمليا. بس بالأزمات ستنا. بلبنان بلد قايم على فكرة تخصصية وميثاقية. بالأزمات بعتقد لازم نرجع للميثاق اللي هو أقوى من الدستور. بهالمعنى عم ببرر أصحاب نظرية دعم العماد عون هذه المسألة. والرئيس بري يعني اللي هلأ مسافر لحتى يمكن ما يضطر أنه يعمل هذه المصالحة أو هذا اللقاء مع العماد عون، يعني يرفض رفضا باتا لقاؤه، برأيك في رئيس للجمهورية؟ يعني هل الجنرال عون ممكن يكون رئيس للجمهورية بدون ما يكون الرئيس بري موافق؟ إذا رشح الرئيس سعد الحريري العماد عون، وهذا الشيء الأرجح أنه حيصير اليوم ساعة 5، بيصير في الاحتمال كتير واسع، يعني انه يكون المكون السني اللبناني خطأ خطوة باتجاه العماد عون كبيرة. اما موضوع الرئيس بري فهو لا يخفي عدم حماسه للعماد عون، انطلاقا من خوفه على الطائف، انطلاقا من عدم وجود كيمياء بين الرجلين. مرة هديته رواية للرئيس بري اسمها الجنرال. فعم بيقول لي شو قصة الرواية؟ قلت له بتشبه علاقتك بالجنرال. فهو الرواية انجليزية نسيت من كتبها هلا، بتقول انه في فرقة موسيقية راحت بدها تعزف عالجبهة عند الجيش تبع بلدها. بالصدفة وقعوا بالأسر فصاروا يضطروا يعزفوا للعدو.
صار في صير حوارات بكل الرواية بين الجنرال قائد الجبهة المعادية وبين قائد الأوركسترا. قائد الأوركسترا حيوي ومهضوم ويعني وصاحب نكتي وغيره، والجنرال عسكري وصارم وبعتقد هاي دي أكثر هيك تشبيه لطبيعة علاقة الرجلين. يعني هيدي هي فينا نختصر خوف الرئيس بري من خوفه على الطائف، يعني في حال وصول الجنرال عون وعدم وجود كيمياء، وعدم يعني وجود رجلين يعني عسكري وقائد أوركسترا. عن جد هيك. أستاذ غسان كمان بدي أحكي عن هذا الوضع اليوم. سعد الحريري يعني شو بيكون عم بيعمل؟ وصف وليد جنبلاط ما يقوم به سعد الحريري أنه انتحار، هل ما نراه هو انتحار سياسي؟ هو بالمستوى الشعبي عند أخواننا أهل السنة يعني الخطوة كتير رح تكون تأثر على شعبية الرئيس الحريري. نعم، ولكن هو بيفكر انه ممكن يعني رئاسة الحكومة تعمل له نوع من حيثية ترجع ترجع الناس، ويمكن ترجعهم بموقف كمان سياسي، بموقف حاسمي في مكان ما. ولكنه بالمعنى العلمي اذا كان ترشيح الوزير فنجي طلعت اصوات اعترضت، نعم، فالترشيح لعماد عون رح يكون أكثر إحراج للرئيس الحريري بالشارع. نعم، بس كتلته بتلتزم باللي بيقوله برأيك بيوم الانتخاب؟ في يعني بقلب الكتلة عم بينعمل أرقام، في نسبة 80% رح يلتزموا. نعم، من حيث المبدأ يعني. نعم، يعني تفضل. إذا رشح اليوم الرئيس الحريري بصير عنا فرصة للمزيد من المشاورات، بصير بده يتحرك حزب الله، وهيدي معلوماتي يعني. نعم، انه حزب الله ينتظر الترشيح الرسمي ليتحرك باتجاه الرئيس نبيه بري والعماد عون، وباتجاه الوزير فرجي والعماد عون. يعني اولا لا يطلبوا من الوزير فرنجي يسحب ترشيحه، ثانيا في لقاء يقال انه قد يدعو اليه السيد حسن نصر الله بحار تحريك مع العماد عون، ومن ثم مع العماد عون والرئيس بري. هل هو يعني الرئيس بري لما بيعلن انه هو فالل مش راجع قبل 31 بيكون عم بيقطع الطريق على هيك نوع من اللقاءات، صح؟ يعني هو عنده الاتحاد الدولي للبرلمانات وراجع ب 28 بعتقد. نعم، يكون في عنا شوية وقت، ولكن الأرجح انه هاي الجلسة تأجل 7 الشهر مش 17. 7، نعم، هيك هيك شوية معلومات وتحليل يعني. نعم، هلا الجهود اللي رح يعملها حزب الله ما فيها ضغط، يعني حزب الله ما بيضغط على حلفائه، ما عنده هالأسلوب، ومش هيدي طبيعة العلاقة يعني. الوزير فرنجي زعيم لبناني كبير وله حيثيته، وبالتالي بتناقشوا معه، وإذا صارت القصة بالمونة والأخوية نحن نعرف أنه عنده شجاعة ونبل وأخلاقيات عالية. أما بخصوص الرئيس بري كمان، فسمعت أنه رح يدعى إلى لقاء يكون سمحت السيد والرئيس بري والجنرال. وإذا صارت ضمانات يكون الرئيس، يكون سمحت السيد هو الضامن للتفاهمات بين العماد عون والرئيس بري. وبنفس الوقت ممكن يكون ضامن لتفاهمات قد تجري إذا ركبت تفاهم بين الوزير فرنجي والعماد عون. هذا مع العلم أنه هلأ لحد اللحظة بعد في ناس عم يحكوا عن احتمال نروح على انتخاب. كيف يعني؟ بمعنى انه يبقى مرشح الوزير فرنجي وننزل على المجلس. حلو المشهد والله، ديمقراطي اكتر. ايه مش غلط يعني، اعادة انتاج صورة افتقد للبنان من وقت طويل. وساعتها الارقام يعني الاصوات لمين برأيك؟
بتروح. إذا المستقبل رشحوا يعني والتزموا بشكل 80% من نواب المستقبل بيأمن 65 صوت وزيادة شوي لعماد عون. نعم. وشي 40 أو أقل شوي الوزير الفرنجي. نعم. هذه إذا رحنا ب يعني إذا السنة المكون السني انتخب لعماد عون. نعم. هلا إذا صار مفاجآت بالجلسة أمر آخر. في ناس عم بيحكوا عن هذا السيناريو اللي ممكن يحدث مفاجآت يوم الانتخاب إذا رحنا على هيدا التوجه، مشان هيك العماد عون ما عم بيرضى قبل ما ينسحب الوزير فرنجية أنه يروح على جلسة لأنه خايف من محاولة انقلاب عليه. إيه يعني في حكي أنه مش رح ينزل إلا إذا أمن انسحاب الوزير فرنجية. نعم. بس نحن عندنا بالقانون استاذ غسان يعني له علاقه، اذا انسحب شفهيا وزير فرنجيه هيدا الشيء بيخلي اللي بدهم يصوتوا له يمتنعوا عن التصويت له؟ يعني لا ما دخل صح؟ لا لا شو يعني ينسحب؟ عمليا فيهم يصوتوا لمين ما بده. شو يعني ينسحب يعني؟ نعم no. ترشيح رسمي. نعم في مجلس نواب بيختار الرئيس. هلا كل مرة كان يكون صيغة يعني مداخلات دولية وإقليمية أو تركيبة محلية مثل إنها سنة السبعين. نعم. ولكن هلا نحن اللي عم نشوفه شيء جديد يعني بسياق إنتاج السلطة بلبنان. نعم. شيء جديد على المستوى الأداء يعني. نعم. تماما. نعم يعطيك العافية أستاذ غسان جواد. بعد بدي تعليق واحد، أكيد اليوم عرفت وأكيد أنت عم تعرف وعندك معلومات عن توزيع الوزارات يعني بين وزارات سيادية لهون ولهون ولهون، هل هالقد المشهد واضح؟ يعني هل هيدي الضمانات اللي عم يحكى عنها هي بالأساس توزيع حصص؟ يعني هي إذا كان الضمانات لطالبة الرئيس بري هي اللي يعني لحتى الواحد يفوت على العهد الجديد بوضوح وبدون احتمالات مشكل كل يوم، فلذلك الحكومة ورئاستها وبيانها الوزاري لتكون واضحة. نعم. والقانون الانتخابي وهو الأهم بالنسبة للثنائي الشيعي يعني. نعم. حزب الله ورئيس نبيه بري. نعم. لا اما الحصص اللي عم نسمع عنها وانه عطى القوات وزاره الداخليه، نعم انا برايي بكير كتير، بعد ما حدا قادر يعطي ضمانات هلا بشيء. عم بيجري ولاده قيصريه للرئاسه، بس هيدي سله كمان. لا يعني لما بيصير في توزيع حصص يعني صرنا بالسله طبيعي انه ايه ليه قمت القيمة على السله؟ ما هي كلها سلل يعني. ما بعرف اذا كان اللي طرح انه بلا كرامة او شيء اذا كان محمس للعماد عون اصلا، والارجح هي هيك انه ما في حماس للعماد عون فبنقوس على الرئيس بري، بلكي بتفشل اصلا. اوكي شكرا استاذ جواد، يعطيك الف عافيه. نحن متابعينك. يعطيك العافيه، تحيه لك ولمستمعينك لبرنامجي. شكرا.